طلب مني ان يكون صوت ل عبد الرحمن كمال المغيب، صوته قصرا وانا ما اعرفوش، فبالتالي اتوفر لي ورق بيحكي قصته. فالموضوع مؤلم انه يبقى اسرته جايه بنسخ من شهادات تقدير من كليته ومن اسرته، اسره رساله ومن جمعيه رساله ومن دي اللي مسليه قوي دار الهندسه، الشركه اللي هم قاعدين يعملوا عقود معاها كبيره. الولد تدرب عندهم، هو مهندس مدني، وكان مفروض ان هو العام الدراسي ده يستلم شغله كمعيد في الكلية. طبعا غالبا لو ما كانتش ثورة يناير كسبت مكسب انه تعيين المعيدين ما يعديش على امن، ما كانوش هيعينوه اصلا بقى ويشتروا دماغهم يعني. فهم تحايلوا على ده بانه قبضوا عليه قبل ما يتعين، قبل ما يستلم يعني وظيفته الجديدة بأسابيع. ولما زمايله أو أسرته طلبوا من الكلية إنها تمثله يعني تبعت يعني ممثليها القانونيين يدافعوا عنه، فقالوا لا ده مش عضو هيئة التدريس بما إنه هو لسه أو ما استلمش يعني. لكن من ضمن الشهادات شهادة تدريبه، شهادة تقدير يعني بسبب انه تدرب في شركه دار الهندسه، ومن ضمن الحاجات اللي تدرب عليها هي التعامل مع مياه السيول. واظن احنا عارفين قد ايه دي حاجه احنا محتاجينها وملحه في مصر، وعارفين قد ايه دي شركه هم بيثقوا فيها وبيعملوا معاها عقود كبيره ومحدش دريان بالفلوس المناقصه اتعملت ازاي وفلوس جايه منين ورايحه فين، وبراحتهم خالص يحفروا على الناشف يعملوا اللي هم عاوزينه. هاتوا لنا بقى الناس اللي بتفهم في الكلام ده معناه ايه واتدربت وتعلمت عند الجامعة بتاعتكم وعند الشركات بتاعتكم، والجامعة بتاعتكم والشركات بتاعتكم اعترفت بيهم ان هم ناس كويسة، بتقبضوا عليهم ليه؟ عشان له نشاط خيري مع اللاجئين السوريين ودي بقت تهمة، عشان ملتحي ودي بقت تهمة، عشان شغال في جمعية رسالة اللي هي معروف عنها انه اغلب المتطوعين فيها متدينين لكن هي جمعية بتعمل عمل خيري ودي بقت تهمة، عشان جاب مجموع ودي بقت تهمة، عشان هم كلهم فشلة وداخلينها بالواسطة وبالرشوة. عشان شغل نفسه بغيره ودي بقت تهمة. عشان ناجح ودي بقت تهمة، ما اعرفش. عشان عايش ودي تهمة في البلد دي، عشان طالب ودي تهمة، عشان شاب ودي تهمة. والموضوع المؤلم ان احنا مش عارفين هو فين، يعني ده مش بني ادم عنده، احنا قاعدين بنخمن اهو، يا ترى هو تهمته انه ملتحي ولا تهمته انه هو بيعمل قوافل إغاثية ولا تهمته انه هو بيساعد اللاجئين السوريين. لكن هو لا موجه له تهم ولا معروف مكان احتجازه. قصة عاملة زي عمرو ربيع بالظبط.